السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم عندي في القناة. اول حاجة انا عارف باللي سعطلت عليكم بزاف وما بقيتش كندير فيديوهات، وسمحوا لي بزاف. راكم عارفين مع الخدمة والمحل والسلعه يلا بدات كتدخل، كنتمنى من دابا الفوق ما غاديش نبقى نتعطل عليكم، غادي نبقى ندير فيديوهات كل سيمانة ان شاء الله. وبالنسبة التشجيعات ديالكم شكرا بزاف، الناس اللي كيصونيو ليا وكيقولوا ليا كمال راك غادي مزيان، شكرا بزاف والله العظيم، يعني كنحسكم بحال العائله ديالي، بارك الله فيكم كاملين. قررت ندير فيديو على هذه الماكينه اللي كتشوفوا فيها دابا، وار ايكون. كنت باغي ندير الصراحه الفيديو شحال هذه، ولكني ما كنتش جامع عليها المعلومات كامله، يعني كنت دخلتها كانت عندي في المحل ولكني ما بغيتش ندير عليها فيديو لحقاش ما كانش عندي بزاف ديال المعلومات عليها، لحقاش راكم عارفين انا ما تنقول لكم حاجه حتى تنكون سولت شي واحد يكون خدام بها، يعني باش نقول لكم واش مزيانه واش ما مزياناش، واش كتسخن ولا ما كتسخنش، واش يعني المعلومات اللي خصكم تعرفوها لا بدا، تنكون حتى تنشوف شي واحد صديق ديالي تنعرفو كونفيانس تنسولو تنقولو كيفاش صدقات لك ديك الماكينه واش مزيانه ولا لا، باش نتوما تاخدو يعني تاخدو داكشي بالتجربه ديال بنادم، ماشي يعني داكشي اللي مكتوب فيها، داكشي اللي تيتكتب فيها شي مرات تيكون نيشان شي مرات ما تيكونش نيشان. واخا اول حاجه اللي كنبداو بها ديما هو نفتحو الكخه ديال هاد الماكينه، يلا كلشي يتبع الفيديو حتى الاخر. بالنسبه للمشطات تيجي معها مشطه بريميرا دوزيام تروازيام وكاتريام، والزيت ديالها وتجي هنايا المشطه، هذاك الشيء اللي كاين في الكرتونه، ما كتجيش معها 0.5 و بريميرا 0.5. وهذه هي الماكينه كما كتشوفوا، ماكينه مزيانه الصراحه، هادو هما السنان ديالها. خوتي خواتاتي بالنسبه لهاد الماكينه راكم عارفين اليوتيوب كامل ما عليها حتى فيديو باللغه العربيه، يعني كلشي اللي تيشرح عليها تيشرح عليها اما باللغه الانجليزيه ولا شي لغه اخرى روسيه ولا ما تنعرفش اي بلاد، هادو ما كاين حتى شي واحد دار عليها شي فيديو باللغه العربيه. كنتمنى هاد المجهود اللي تندير تنقلب لكم على المعلومات وتنمشي نسول الناس وتنصوني للناس تنسولهم، تنتمنى ان شاء الله تدعموني باش القناه تطلع، باش حتى انا نتشجع نبقى نقلب لكم على فيديوهات اخرى وبقى ندخل ماكينات اخرى، يعني ما نبقاوش نديروا التقليد الاعمى. الا كان شي واحد تيخدم موال ماجيك تيبقى كلشي تيخدم غير موال ماجيك، كاينين بزاف ديال الماكينات، كاينين ماكينات تيستاهلوا يكونوا في المحلات ديال الحلاقه، وخص ماكينات اخرى تدخل المجال ديال الحلاقه وتدخل المغرب ويخدموا بها الحلاقه ديالنا في المغرب، وان شاء الله تدعموني وتطلع القناه باش اي جديد نبقى ندخلو ان شاء الله نبقى ندخلو في اليوتيوب. و بارطاجيو وديروا لايك خوتي. بالنسبه للمعلومات اللي قلبت لكم على هاد الماكينه اللي خاصكم تعرفوه بكل اختصار بلا ما نبقى نقول لكم الموتور ديالو تيدور قدا وعدد الحركات وهذا، يعني نعطي لكم الخلاصه العاصر ديال هاد الماكينه. هاد الماكينه اللي بغى ياخدها ماكينه مزيانه في الخدمه، عندها موتور مزيان تتخدم مزيان،
بالنسبه للفينيسيون ديال زيرو ما عندهاش شي فينيسيون واعر، يعني خاصكم لا بد ما يكون عندكم دي تير لي تخدموا بها في الفينال باش ديروا بها الزيرو، ولا تكون عندكم شي ماكينه اخرى بحال ماجيك كليب اللي غادي ديروا بها، يعني ديروا بها زيرو. هذه ما عندهاش شي زيرو اللي تيخدم مزيان بالتجربه ديال الحلاق الناس اللي خدموا بها. بالنسبه للسخونيه ما كتسخنش، بالنسبه للسنان ديالها تيتبدلوا، هادو تيتبدلوا ورخاصين في الثمن. قلبت لكم على كل شيء المعلومات اللي خاصكم، لي بيز ديالها موجودين في السوق الا مشات لكم شي حاجه تلقاها. بالنسبه للموتور قلت لكم موتور مزيان، السخونيه ما كتسخنش، وهادشي اللي خاصكم تعرفوه بلا ما نكثر عليكم بزاف. يعني الفيديوهات اللي غادي نبقى ندير من دابا الفوق غادي نبقى نعطي لكم الاساسيات ديال الحوايج، يعني واش تستاهل تشريها ولا ما تستاهل. الا جيت نقارن هاد الماكينه مع الماكينات الاخرى غادي نقول لكم بان الوال ماجيك كليب ديال الكابلي بحال هادي بحال الفرق اللي تما هو الوزن، هذه الوزن ديالها شويه خفيفه على الماجيك كليب، ولكن الموتور ديال ماجيك كليب والخدمه ديال ماجيك كليب احسن من الايكو، حيت الماجيك كليب عندها موتور مجدح اكثر من الايكو وفيها زيرو غير الوزن ديالها، ولكن الوال الايكو فيها الوزن خفيف ولكن ما فيهاش زيرو وما فيهاش موتور مجهد اكثر من ماجيك كليب. بالنسبه للثمن ديال هذه الماكينه راه 550 درهم، الثمن مناسب، ماشي شي ثمن اللي مرتفع بزاف وماشي شي ثمن اللي منخفض، يعني في المستوى. تستاهل هذا الثمن، ولكن راه تنقول لكم حديو راسكم حديو راسكم حديو راسكم بزاف من الكوبي. هذه الماكينه الوال ايكو والماجيك كليب والديتيرلي والهيرو راه كثر فيها الكوبي بزاف بزاف بزاف. شفت الكوبي دابا ولا صعيب باش تعرفها، البنادم اللي غيشري غيشري على شي واحد ثقه، يشري على شي واحد كونفيونس، ويشري الكارانتي، يعني يشري الكارانتي باش الا لقى شي حاجه في الماكينه يرجعها له تبدل. داكشي اللي كاين اخوتي، الماكينه هذه راه لومبالاج القديم، راه فيها لومبالاج الجديد، يعني هذه امبالاج قديم دابا راه تبدل لومبالاج، بقى تيجي واحد لومبالاج اخر جديد. داكشي اللي كان اخوتي، هنايا كنوصلوا الى نهايه الفيديو، كنتمنى تدعموني وتطلعوا شويه القناه، بارطاجيو مع اصحابكم، بارطاجيو في جروبات، بارطاجيو في اي حاجه باش القناه تطلع، باش حتى انا نتشجع نبقى ندير فيديوهات، نبقى ندير لكم ماكينات اخرين. راه كاينين ماكينات اخرين، كاينين بزاف د الحوايج خصكم تعرفوها وخصكم تدخلوها، يعني تشجعوا بنادم باش يدخلها للمغرب حتى نتوما خوتنا الحلاقه يبقاو يخدموا بها بالماتريال الجديد. وان شاء الله اخوتي الى لقيت التفاعل غادي ندير واحد الفيديو اخر على واحد الماكينه اللي بزاف ديال الناس يستناو يلقاو فيديو عليها باللغه العربيه وبالاخص بالدارجه المغربيه، هي الوال فينال. هاد الماكينه اللي بزاف ديال الناس تيسولوا عليها واللي باغيو عليها شي فيديو وبالاخص باللغه المغربيه ديالنا الدارجه كما تنقولوا حنا، ان شاء الله يلقى التفاعل غادي ندير لكم فيديو.